برنامج أمور تهمنا بالشراكة ما بين راديو عليسة إف إم جابس ومبادرة مناظرة يهتم بصحافة الشأن العام موعد شهري. في حلقتنا الرابعة باش نحكو فيها على ملف المباني والأراضي الفلاحية المتضرة بشط العوامر الزراد بسبب تسرب المياه. موضوعنا الثاني الأسباب وراء تأخر إنجاز مشروع مركز تربوصات الرياضية الدولي بمطمطة. اسمعوا تفاصيل المواضيع هذه نهار الأحد 17 أكتوبر 2021 مع النصف النهار حتى الماضي ساعة في أمور تهمنا مع نزار هدوي شذان ناوي ونبيلة شوشان. رجعنا لكم السادة المستمعين، ما زلنا مواصلين في النصف الحلقة الثانية النصف الثاني من الحلقة عفوا باش نحكوا في موضوع مركز الدولي للتربصات الرياضية في مطماطة. وقتاش باش يتم إنجاز المركز هذا وشنية أسباب التأخر المركز هذا؟ في موضوعنا باش يكون حاضر معنا المعتمد سيالي الطيب. مرحبا بك سيالي. مرحبا سي نزار، مرحبا بكافة الأخوة والأخوات الحاضرين و يعطيكم الصحة على تناول. شكرا لقبولك الدعوة سعلي. بالنسبة ما نتمنى لكم مولد مبارك وكافة السادة المستمعين إن شاء الله يعود بالخير واليمن والتقدم والسلام على كافة المستمعين الكرام. شكرا لك سعلي، نعرف لسعلي كل ما يتم دعوته للحضور معنا في إذاعة عليسة إف إم جابس باش نحكو في كل ما يهم الجهة وخاصة في كل ما يهم معتمدية مطماطة لو يكون حاضر المعتمدية هذه اللي مهمة برشا النقطة هذه ومهمة برشا المعتمدية هذه في مركز الولاية. سعلي نسمع مع بعضنا أراء المواطنين في خصوص مركز الدولي للتربصات الرياضية بمطماطة ونرجعوا شنو قالوا المواطنين في ميكرو عليسة. ميكرو عليسة، ميكرو عليسة، ميكرو عليسة. مركب رياضي في جهة مطماطة باش يكون أرقاقة كبيرة برشا في الجانب الرياضي والجانب التشغيلي. في شغلنا برشا خريجي المتخرجين من الجامعات، وبالنسبة للرياضة باش تطور على الأقل الرياضة في الجنوب، وثم في رقب باش يعملوا تربصات بجهة يساهم في التنمية بجهة. بالنسبة لمركز التربصات الحقيقة احنا في امس الحاجة ليه، ونستنوا في السلطات المعنية باش تتقدم وتنفذ ما وعدت به، على خاطر المشروع هذا باش يضيف برشا مواطن شغل للشباب العاطل عن العمل ويقلص من الهجرة الداخلية، كما انه باش يشجع القطاع السياحي وبيه باش تحيا البلاد والناس الكل تستفيد منه. ان شاء الله نستنوا الوعود انها تتنفذ والمشروع هذا زاد يتنفذ ونفرحوا به الناس الكل، مطماطة تولي من أحسن إلى أحسن. المركب الرياضي بمطماطة هو من أهم المشاريع المبرمجة ضمن التنمية المندمجة. تم رصد حوالي 7.5 مليون دولار مليون دينار أشخاص كان دولار. الفايدة اللي باش تعم على المنطقة هذه من ضمن المشروع هذا اللي كونها طاقة تشغيل، أما دورة اقتصادية تعملها بحكم البقعة مناخيا وجغرافيا الالتيتيد على البحر، برشا عوامل الهواء نظيف، برشا حاجات فماش مصانع كيميائية وبها هواء باهي. هذا بتقييم خبراء مش تقييمي أنا. إن شاء الله يا رب معناتها يرى النور بحكم فهمتني ولا تعاطيل، نقولوا احنا من المسؤولين والمسؤولين بدرجة أولى المحليين، وبعد نمشوا لحكاية المركزية ولا مركزية هذه اللي يحكوا عليها، على خطر احنا نعانوا ياسر من المركزية. ولي بالنسبة للموضوع هذا حبيت نتدخل فيه لخطر أولى أمر حساس في مطماطرة ويهم كل مطماطي، علاش وكيفاش وزعم علاش شنية هو العراقيل المتسبب في الوضع هذا، تحسي الأمر متسيس برشا خطر فلوسة مصبوبة الموافقة موجودة وين المشكل الله أعلم. مشكل المزايا صحيح، فما مزايا كبيرة شي تدخل البلاد كيما هذه برشا إيجابيات، اللي هي مواطن شغل، اللي هي الرياضة المواند بليزير اللي هو لنقص صغير لهنا ونقص الكبار ونقص الصغار في مطماطة، وكذلك وإحنا شنعتوا زاد إيجابيتنا في البلاد من قوة موروثنا الثقافي وموروثنا الطبيعي. آخر مرة تولي متى هذه توجت مطماطة من 100 بلاد في العالم كامل بالمنطقة الخضراء اللي هي ديستيناسيون الظهر، وهذا شيء فرح شيء كبير، معناتها راه مركب رياضي كيجي في منطقة هذه عندها العوامل الطبيعية عوامل المناخ هذه اللي تتماشى مع الرياضي. عبد الرحمن لشر رئيس جمعية سيانة مدينة مطماطة، نعرف الناس كليكا كان المشروع عنده عمر معين، الفلوس كي تترصد راي عندها عمر، احنا في اخر ايامات الفلوس هذه 3-4 شهور اخرين ينجم معناه البجية ذاك يضيع
على مطمط، وأكيد جدا ثم أطراف أخرى ما ينهاش في المشروع يصير في مطمط طريقة أو بأخرى. يا أخوي انطلق في المشروع وخليه ناقص، انت عندك 6 مليارات أصرف 6 مليارات هذوك محبس، أحبس خليه هذاك ما وفات فلوسك وفات. بورتون الدولة رصدت لك 20 مليار، هذه المعلومة تويكا موجودة عند الناس الكل وتوصل للناس الكل، كان معلومة معاش خفية راه. أصرف 6 مليارات هذوك باش يجوك غيرهم، الوزير جابت كذا شبير كان برسيب راني ناقص فيك الميزانية الثانية، أنا قلت الأولانية أنت ما صرفتهاش إلا ما تاخذ. ميكرو أليسا، ميكرو أليسا، ميكرو أليسا. سي علي، هذا كان آراء المواطنين وخاصة رئيس جمعية صيانة مدينة مطماطة اللي حكى على المشروع وطالب المعتمدية وطالب السلطة المحلية بالإسراع في إنجاز المشروع هذا اللي بشعود بالمنفعة على معتمدية مطماطة. أسباب تأخر إنجاز المشروع سي علي، شنية الأسباب اللي خلت المشروع هذا ما يكونش موجود في مطماطة اليوم في 2021؟ اولا مجددا معنا شكرا على طرح الموضوع نظرا لاهميته وحساسيته. معنا بالمناسبه تحيه لكافه الساده المتدخلين، ينم عن وعي بالمشروع وادراك يعني لاهميته، سواء كان معنا الانيه او على مستوى التشغيل بوتنسيال نتاع التشغيل او حتى تاثيره الجهوي او حتى الاقليمي، يعني هذا نظرا لطبيعه المشروع والاستفاده منه اللي باش تكون عامه. هذا اولا. ثانيا هو راهو صحيح يعني قسم مدينة مطمطة أو جانب من معناها مما تستحقه من التنمية المدمجة حطته معناها المبلغ اللي هو 6.6 معناها مليار معناها وضعته تحت معناها البرنامج هذايا. فمش نرجع طول لأسباب تأخير المشروع، بالطبيعة اللي قائمة هما التنمية المندمجة اللي عند المقر نتاعها في الولاية وكذلك مع التجهيز، يعني الإجراءات الأولية كل احنا قمنا بها، ثم برشا صعوبات معناها تجاوزناها والحمد لله، ولكن ثم أشياء مثل لا هي متعلقة لا بالسلطة المحلية لا بالسلطة الجهوية، هي مركزية. هي أن هذه كوميسيون دو بيلوتاج لازم القيادة في وزارة التنمية اللي هي تعطي مشاريع التنمية المندمجة في الموافقة الأولية ما حبش تعطي هذه مركز تربصات رياضية اللي يكون تحت لواء وزارة الشباب والرياضة، مش يكون كما مركز عين دراهم، خاطر هذا طاقته مع مستوى وطني، يعني لازمه آلة تشغيلية كبيرة، لازمه ما عندناش احنا مثلا في مطناطة باش نعمل مركب رياضي، ما عندناش من فريق كما نادي الإفريقي أو الترجي أو أي فريق آخر كبير معناها باش يكون مركب رياضي، احنا من الأول هو هذا معناه مشروع استثماري رياضي بيئي، يعني يكون مركز تربصات رياضية يجينا فيه سواء فرق وطنية سواء فرق قومي سواء فرق أجنبية، وهذاك هو استثمار المكان يعني، ومعنى استعمال المركز لتوفير كتنمية كوسيلة من وسائل التنمية. هاك علاش كلمة المركز التربصات الرياضية بأبعاده ومعنى متطلباته وقعت فيه هذه ولا هو العقبة. هذه العقبة احنا جونا الوفد الوزاري المعرفات في جي جيبس وقلنا عليه سي علي ما تمش تطرق للموضوع خلال زيارة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة سهام العيادي، الموضوع ما تمش تطرق ليه؟ طبعا تطرق وقعت تطرق ليه وقعت حوار أمام كل ما كافة السادة الحضور، معناها حوار علني وقع حتى النشرة، معناها هي وعبرت عن استعدادها في حالة استجابة صاحب المشروع اللي هو وزارة التنمية اللي هي هذه لجنة القيادة وزارة التنمية، ولجنة القيادة قلت لك احنا رانا موافقين فقط تجد الإشارة من رئيس الحكومة، بطبيعة ثم أسباب موضوعية خاطر رئيس الحكومة وقتها معناها طول شوية، ما رغم المراسلات اللي عملها قلت باهي هكا في الدورة الجاية لجنة القيادة تعقد مرة في الشهر ولم تأتيها رسالة من رئيس الحكومة، احنا في انتظار رسلناها العديد من المرات، عندنا المراسلات والمحاضر جلسات والندوات وزيارة السيد الوزيرة ورائها ومراسلة وزارة الشباب والرياضة وقبولها أن يكون مركز تربصات رياضية وهي على استعداد أن تموله وأن معناها الثورة، هذا كله موجود في معناها في البرنامج ممكن كنا طلبتونا مبكرا مديناكم به، وموجود في وزارة التجهيز عفوا في الإدارة الجهوية التجهيز، وموجود في الممثلية التنمية المندمجة في الولاية. على كل هذا احنا ما نعمل ان نبني على الماضي ان شاء الله في القريب العاجل، اما معناها جينا زياره ميدانيه ان شاء الله من طرف وزير الشباب والرياضه الجديد ووزير التنميه الجديده
وزارة التنمية معناها باش تحل المشكل على عين مكان، أو حتى احنا زاد نجم نتحولك ولا مراسلة جديدة في الحكومة الجديدة إن شاء الله تتم الموافقة عليه ونشرع في العمل، لأن كما حكى بعض السادة المدخلين راهي هي الانطلاق الأشغال واستعمال المبلغ اللي عندك ماهوش معناها ماهوش بقرار محلي إيش أنت أبدأ ودير، لا لابد من معناها إتمام الإجراءات وإتمام الإجراءات. احنا للعلم فقط أنا ربحنا برشا وقت، يعني هذا صحيح هذا إلى حد الآن وقت فات، لكن في الأثناء بارك الله فيهم سواء في التجهيز أو في الفلاحة على المستوى الجهوي أو في إدارة التنمية المدمجة، مثلا قاموا بكامل الدراسات الفنية والتقنية وعملوا حتى الفيديو التوبوغرافيك للأرض كامل، زاد الإسناد الأرضي تام معناها على مستوى معناها الأرض اللي باش قام عليها المشروع. كذلك احنا طوف الانتظار فقط الإشارة باش يعلن الكونكور نتاع التصميم هذا البدء الفعلي في إنجاز معناها التصاميم، وثم تنطلق لابيل دوفر وهكذا تتل الأشغال. يعني ماهيش في فلسة باش ننزل عليها احنا كسلطة محلية ولا حتى كسلطة، ما عندناش هذه أمور، ثم أمور تقنية تخضع إلى ترتيبات. الترتيبات تو حاليا احنا في انتظار أن توجه رسالة من رئيس الحكومة إلى علي. ألو أي المركز هذا يعتبر نقطة تحول للمطماطة، وبالحق مطماطة مستحقها مركز تربصات رياضية اللي باش يعمل نقلة نوعية في على مستوى التشغيل والسياحة والشباب والرياضة. وقتاش نجمو نحكو على مركز تربصات فعلي؟ وقتاش الانطلاقة الفعلية؟ ان شاء الله احنا ماذا بينا في القريب العاجل، خاصه بعد ما تشكلت الحكومه الجديده ان شاء الله ما عادش معناها عائق، سواء العائق كان في المراسلات احنا على مستوى المحلي او الجهوي سواء الفني او الاداري، كل ما هو مطلوب منا حضرناه وبعثناه ومشينا، حتى احنا سواء كان في تنقلات مباشره غاديك حضرنا بعض الاجتماعات او كي جونا هنا الوفد الوزاري قمنا به. ان شاء الله نعمل في اقرب فرصه تكون معناها على العقبة نتاع التسمية هذه يكون تجاوزناها ونكون الشروع الفعلي، وإن شاء الله الأيامات اللي فاتوا كل هذا تأخير نكون ربحنا في إجراء الإجراءات الفنية اللي حكيت لكم عليها. إن شاء الله البداية الفعلية احنا نعمل أن تكون قريبا، معناها خلال أسابيع على الأقل تجينا المراسلة الحكومية اللي احنا معنا زدنا طلبناها، وتكون لأن الأمر الأخير دائما معناها في انتظار أنا وزارة التنمية هي اللي تصدر التسمية الجديدة للمركز، وبالتالي الانطلاق الفعلي فقط الانطلاق الفعلي يكون في معناها مباشرة بعد إصدار التسمية الجديدة من وزارة التنمية. يعني سي علي أنت تعتبر إنه الحكومة رئيس الحكومة القديمة هي السبب من أسباب تعطل إنجاز المركز هذا؟ والله مش حكاية تعتبر سبب مش سبب، هي ثم مراسلات وثم إجراءات إدارية لابد منها وثم زي ما حكيتك ثم تعطيلات إدارية هذه عامة في انتظار. احنا وقت جتنا الوفد الحكومي بلغناه وقلنا له راهو هذا هي الأسباب المعطلة، وتفهمنا وعدنا الواقع وقت جاء في مارس اللي فات، وهذا هي ستكون معنا في آخر في عفوا جاء قلنا راهي تكون في مارس، وهم مارس إلى حد الآن احنا نستناه إلى حد الآن. إن شاء الله في الحكومة الجديدة إن شاء الله كل العراقيل تزال ويتم العملية في أسرع وقت إن شاء الله. سي علي أنتم كسلطة محلية رسلتوش اليوم وزارة الشباب والرياضة وإلا وزارة التنمية؟ خاصة أنت قلت الإشكال الرئيسي هو في تسمية المركز هذايا، معناه اليوم نتحدث على مركز بميزانية كبيرة وفي مكان مهم، المشكل الوحيد أنه نغير الاسم ووقتها ينطلق المركز. مثال نقطة توضيحية، راهو غير الاسم مما يترتب عنه، يعني كانت غير الاسم هو المركب الرياضي قادر أنا مغدو ينطلق فيه المركب الرياضي، ولكن المركب الرياضي لمن؟ يعني احنا باش تتبناه البلدية، والبلدية ما عندهاش القدرة على صيانة العشب، ما عندهاش القدرة على انتداب عمال، ما عندهاش القدرة على انتداب مهندسين للعناية بالمركز، وما ثماش هكا ديمومة. إذا من يتحمل المسؤولية لهنا سي علي؟ إذا من يتحمل المسؤولية، مسؤولية العجز انه السلطة المحلية عاجزة، شكون اللي يتحمل المسؤولية؟ لا
السلطه المحليه ماهيش معناها ما عندهاش القدره الماليه كبلديه كما بلديه مطناطه باش تعمل مركب رياضي كبير، يلزم يكون تحت مركز طرابلسات وتحت لواء وزاره الشباب والرياضه، كما مركب عند رام، كما مركب بورسدريه مثلا، يكون مركز طرابلسات رياضيه حتى يكون معناها يحقق الهدف الذي من اجله انشئ، معناها يكون دافع للتنميه في المكان، يكون يشغل، يكون ذا اشعاع، يكون محل معنا مركز طرابلسات فعلي للعديد من الفرق الوطنيه سواء كان من تونس خارج تونس او من داخلها. هذا هو الهدف الذي من اجله انشئ هذا المشروع، لاستغلال المقومات الطبيعيه الموجوده في مطمطه، الهواء النقي والارتفاع والبعد عن التلوث، ومعناها اذا مشيناش في الاطار هذا ما عادش يولي الهدف الذي وقع اختياره. انت تعرف راهو التنميه المندمجه كل المشاريع هي نابعه من اختيارات ابناء الجهه، اننا هو اختيار محلي من شباب وابناء معناها مطناطه هم اللي اخترعوا هم الذين اختاروا معناها المشروع هذا. شكرا لك سي علي، نامل انه المشروع هذا يكون موجود على ارض الواقع. شكرا لك على تقديم المعلومات، نعرفوا اللي الوقت يدهمنا، يعطيك الصحه على المداخله وتقديم المعطيات. شنو تنجم تقول متسكنين مطناطه في دقيقه وخاصه على المشروع هذا؟ والله اولا لكم انتم شكرا على الاستضافه، واحنا في معناها في استعداد دائم لاي توضيح في اي وقت، معناها حتى مجريات الموضوع يكون اكثر وقت نستعرض فيها اكثر العقبات والمطبات وكذلك سير العمل لهذا المشروع، جاهزين في اي لحظه. وان شاء الله اقول لاهالي مطمئن ان شاء الله يكون معناها في ظل الحكومه الجديده ان شاء الله في اسرع وقت ممكن تتم الموافقه على التسميه الجديده، واذا كانوا وقعت لنا التسميه راهو على مستوى الجهه ونطمنهم كل الادارات الحمد لله قامت بواجبها أكثر، في انتظار فقط الإشارة ويبدأ المشروع إن شاء الله. شكرا لك علي تايب معتمد مطناطة، كنت حاضر معنا في المباشر، حكينا على مركز الدولي للتربصات الرياضية بمطناطة، مطلب لأهالي مطناطة لأنه بيشفتح عديد الأفق في معتمدية مطناطة. صورة الشهر وما أدرك ما صورة الشهر في فقرة من فقرات البرنامج، شنو اختارنا نبيلة لصورة الشهر اليوم؟ أهلا وسهلا مجددا، اليوم صورة الشهر تأتينا من نشاط قامت به الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بجابس في اليوم، والنشاط هذا يتمثل في يوم تحسيسي للوقاية والتعريف بسرطان الثدي بمناسبة الأكتوبر الوردي. النشاط هذا جاء في إطار أيام جنيني المتوسطية للسينما. نحب نشكر كل المتطوعين اللي جاوا بالفكرة المزيانة هذه واللي اجتهدوا وقاموا باكتيفيتيز مزيانة للتوعية والتحسيس والتشجيع كذلك. شذا نحن في حاجة إلى مثل هذه الحملات التحسيسية والتوعوية خاصة لمثل هذه الأمراض للتوقي، مش بعد من قدر الله المرض وقتها نبدو نبحثه على أسباب وكيفاش العلاج، لكن كي تصير حملة تحسيسية توعوية للناس أن ضد السرطان الثدي وإلا بقية الأمراض عافانا وعافاكم الله، خاصة اللي احنا في جابس التلوث والأمراض السرطانية كموضوع كبير، دونك يلزم ديما نشوفه خاصة في الشهر هذا المخصص أكتوبر روز، يلزم نشوفه حملات تحسيسية باش نشجعوا النساء والرجال، خاطر أكثر من 2500 وقرابة 3000 تونسي وتونسية سنويا يمرضوا بسرطان الثدي، دونك وقيت نتفقدوا رواحنا نتفحصوا باش نتجاوزوا باش نتجنبوا المرض هذا، وان شاء الله ربي يشفي الجميع. كانت هذه معناها حمله من الحملات اللي تقامت في ايام السينما المتوسطيه بشنيني اللي انتظمت من 6 اكتوبر الى 10 اكتوبر، شكرا لهيئه مهرجان وخاصه اللي سهروا على تنظيم مثل هذه الحملات التحسيسيه. فما باش نحكوا في موضوع مهم اللي هو من تنظيم مبادره مناظره زعما شذا. قبل ما نختموا حلقتنا نعلمكم أنه مبادرة مناظرة وبعد زعمة تاون هول الأول في تاريخ التلفزة العربية حول القانون 52 أو قانون الزطلة، المرة هذه واللي أول مرة في تاريخ المنطقة المغاربية باش يكون الموعد الأول مع تاون هول مغاربي تحت عنوان الحرقة علاش. مبادرة مناظرة باش تجمع متشاركين ومختصين من تونس والمغرب والجزائر لمناقشة الأسباب اللي تدفع شبابنا شباب المنطقة اللي اختار الهجرة الغير نظامية للحرقة. موضوع كبير، موضوع حساس الحرقة، وخاصة القانون 52 اللي تم تناوله في زعمة من زعمات مناظرة، واليوم المناظرة تقترح عليكم موضوع حساس، موضوع الحرقة مش فقط في تونس إنما على مستوى المغرب العربي. نبيلة
أكيد الموضوع حساس على الآخر ويهم الشباب، ونعرفوا اللي مبادرة مناظرة تخدم برش على الشباب والتوعية الشباب والتأثير الإيجابي على الشباب. اليوم مبادرة مناظرة تعطي الفرصة للشباب باش يعبر وباش يحكي ويناقش على موضوع الكل أغلب الشباب اختارته اللي هو الحرقة. زعمة تاون هول هو من أحسن بالنسبة لي وأرقى تجليات الديمقراطية، خاطر نشوفوا شباب مع صناع قرار في تونس يناقشوا في نفس المستوى. يعني مهم برشا الموضوع. كانت هذه حصتنا لليوم من برنامج أمور تهمنا الحلقة الرابعة. نشكركم على الاستماع ومتابعة برنامجنا على 101.2 وإلا على صفحتنا على الفيسبوك راديو عليسة اف ام جابس. نجموا تعودوا تتفرجوا على الحلقة في صفحة مناظرة وإلا في صفحة الإذاعة. تاريخ البودكاست بش يكون نهار 30 أكتوبر. ما بقالي كان نقول لكم تصبح على خير وباي باي، وإن شاء الله مولدكم مبروك. شنو تنجم تقول شذا في ختام الحصة؟ والله الحلقة الجاية متاعنا باش تكون نهار 21 نوفمبر. تفرجوا فينا وإن شاء الله مولدكم مبروك، وتفرجوا في تاون هول متاع الحرقة. ونبيلة شكرا على الاستماع والمتابعة، شكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف نجموا تعودوا تفرجوا فيه كالعادة على صفحة إذاعتنا ولا على صفحة مبادرة مناظرة. البودكاست نعود نذكركم نهار السبت نهار لترونت، ما تنسوش زادة باش تعودوا تتفرجوا فينا نهار الحصة الجاية نهار 21 نوفمبر. ما بقالي كان نقول لكم شكر خاص للفريق التقني اللي كان حاضر معنا لليوم، عاطف غالي في الهندسة التقنية وعاصم تليلي في الديجيتال. كانوا حاضرين معكم نزار هدوي، شذا ناوي، ونبيلة شوشان. شكرا للاستماع، تصبح على خير. برنامج أمور تهمنا بالشراكة بين راديو عليسة اف ام جابس ومبادرة مناظرة يهتم بصحافة الشأن العام. موعد شهري في حلقتنا الرابعة باش نحكو فيها على ملف المباني والأراضي الفلاحية المتضررة بشط العوامر الزراد بسبب تسرب المياه. موضوعنا الثاني الأسباب وراء تأخر إنجاز مشروع مركز تربوصات الرياضية الدولي بمطمطة. اسمعوا تفاصيل المواضيع هذه نهار الأحد 17 أكتوبر 2021 مع النصف نهار حتى الماضي ساعة في أمور تهمنا مع نزار هدوي، شذى الناوي، ونبيلة شوشان.